المفروض احنا بنشتغل على الكونتنت خلال الشهر ده عشان الناس اللي محتاجه تخش مجال الكونتنت اللي محتاجه ان هي تطور نفسها في مجال الكونتنت لو هي شغاله بقى فتره الناس اللي محتاجه تعمل ابديت لنفسها وما الى ذلك بنعمل ايه ان احنا المفروض النهارده الميتاب الثاني او الجزء الثاني بنتكلم عن اجزاء ليها علاقه بالمحتوى وازاي ان انت تطلع محتوى متميز او محتوى كويس المفروض النهارده المره الثانيه ولسه باقي معانا لحد اخر الشهر على حسب اي ثينك ان هيكون باقي إيه لاخر الشهر تو آه تو ميتابس تانيين والمفروض آه ان احنا كمان هنتكلم عن الجزء اللي ليه علاقه آه في آه اخر الشهر او اول الشهر هيكون في آه ميتوب آه كمان اوف لاين المفروض ان شاء الله هيكون يوم اثنين اثنين عشر تقريبا اللي هو هيبقى يوم جمعه اه غالبا هيكون يوم اه غالبا هيكون اه فعلا يوم 2/12 تمام طيب المفروض ان احنا بعد ما بنخلص او احنا شغالين النهارده بنعمل ايه في الاول بشرح لكم كام جزء على حسب تكمله المره اللي قبلها وفي الاخر بقول لكم والله التاسكز اللي المفروض عليكم وهتكون ايه والناس بتنفذ التاسكز والمره اللي فاتت في ناس نفذت التاسكز اللي عليها والمفروض من التاسكز دي رديت عليهم على الميل وقلت لهم كمان الحاجات المفروض هتعملوها ايه او الدنيا بالنسبه لكم آه تمام او آه فيها مشكله آه في بعض الناس انا اتاخرت لسه في الرد عليها بس ان شاء الله آه آه في ان شاء الله هرجع آه ارد على الناس اللي ما ردتش عليها النهارده بعد ما نخلص على طول وكمان يكونوا ابتدوا في ايه بقيه التاسك الثانيه تمام و المفروض دلوقتي كمان هنبتدي في الجزء الثاني تمام علشان ايه نخش نجوين على طول ونشوف الخطوات اللي بعد كده ايه وبرده النهارده هقول لكم بقيه آه التاسكس المفروض تنفذوها علشان ايه الناس اللي بدات ايه تكمل ان شاء الله على اخر الشهر يكون بالنسبه لهم خدوا آه كويسه جدا توبك تقيله في الكونتنت الشهر اللي بعديه آه اللي هو ان شاء الله هيكون شهر 12 برده هنكون آه بتوبيك آه آه مختلف باذن الله على حسب طبعا الجروب آه محتاج ايه او الجروب آه المفروض ان هو آه اتنسق على ايه او محتاجين ايه على يعني حسب طبعا الفوتينج بتاعكم وعلى حسب أنتو قلتوا احنا محتاجين ايه تمام طيب خلينا دلوقتي نبتدي آه في جزء آه مهم جدا ونقول المفروض ان احنا النهارده هنتكلم عن آه تجربه المحتوى النهارده الجزء اللي هنتكلم فيه هيكون له علاقه اكتر بالاجزاء التكنيكال قوي في دايره الشغل، يعني ايه تكنيكال في دايره الشغل؟ دايما في تخصص الديجيتال ماركتنج في حاجات بتبقى استراتيجيك، استراتيجيك اللي هي ايه؟ اللي هي ما بتجيش غير عن طريق الشغل، يعني لازما علشان اعملها يكون انا دخلت جوه دايره الشغل وبدات ان انا اشتغل واطلع بنفيت. من عندي وابتدي ان انا اقول ده دي وانا شغال لقيتها غلط فالمفروض الصح بتاعها يبقى كده وما الى الحاجات دي مش بنلاقيها دايما في في في, في الاماكن اللي بيتشرح فيها حاجات ليها علاقه بالكونتنت او مش بنلاقيها كمان دايما في كل الاماكن اللي بتشرح كونتنت فري حتى بشكل سبيسيفيك علشان مش بتبقى جايه غير في تكنيكال الشغل قوي اللي هو انا اشتغلت فلما اشتغلت كمان آه لقيت ان عندي في جزء آه انا محتاج آه اشتغل عليه ومحتاج ان انا اطوره ومحتاج ان انا ابتدي فيه تمام؟ طيب المفروض آه ان احنا هنتكلم في تجربه الكونتنت يعني ايه تجربه الكونتنت؟ يعني انا لو المفروض بشتغل على كونتنت المفروض بعمل ليه حاجه اسمها كونتنت تيست او تجربه المحتوى. تجربه المحتوى دي بتتكلم في ايه اللي هو انا هل ماشي بالكونتنت بتاعي بشكل مظبوط ولا لا؟ يعني لما الكونتنت بتاعي بيتعمل ويتعرض بره الشغل بتاعي او بيتعرض على الكلاينت او بيتعرض على الاودينس او بيتعرض بشكل كامل هل هو هيكون كويس ولا لا؟ خلينا هنا نقول تجربه خلينا هنا نقول تجربه ايه الكونتنت او تجربه المحتوى علشان نبقى آه كاتبين كل حاجه بنقول تجربه المحتوى طيب تجربة المحتوى دي المفروض بنعمل فيها ايه اول حاجة لازم بنشتغل على التيست قبل ما نعمل بوبلش للكونتنت بنشتغل على تيست قبل ما نعمل بوبلش للكونتنت طب انا عشان اعمل تيست المفروض بعمل ايه قبل ما بتبتدي تطلع الكونتنت بتاعك بتبتدي تطلع الفويس تون بتاعته وتجيب حد يقول لك هل انت ماشي مظبوط ولا لا هل بتاعك مظبوط ولا لا تعالى كده نتخيل مثلا مع بعض لو أنا دي المفروض بكتب مثلا محتوى عن, عن الملابس، تمام؟ تعالى مثلا نقول كده ارتقي مثلا لو مثلا ملابس حريم ارتقي بأفضل الألوان المفضلة للصيف، تمام؟ ارتقي بأفضل الألوان المفضلة للصيف، ممكن نكتب حاجة تانية اللي هو أفضل ألوان. الصيف متاحة الآن تمام طيب المفروض إن أنا كتبت الكونتنت ده تمام أو كتبت الكابشن ده علشان نبتدي نشتغل عليه طب أنا بعد ما كتبته المفروض إن أنا بشتغل على إيه؟ بشتغل على إن أنا أجذب العميل لو أنا حطيت ده في الاستراتيجي بتاعت أجذب العميل تمام بالألوان الجديدة تمام طيب المفروض إن أنا هنا هعمل إيه؟ المفروض إن أنا أتست الكونتنت ده هل العميل هياخد الكونتنت ده وهل هو انترست بيه ولا لا طيب قبل ما بطلع الكونتنت بتاعي بجيب مثلا حد يكون بنت المفروض ان هي من نفس التارجت اودينس واقولها اقري الكلام ده يقرأ الكلام ده بس بصوت عالي طبعا تكون هي او اللي هيقرا الكونتنت يكون ما شافش الكونتنت ده قبل كده ولا هو قاعد معايا وانا بعمل استراتيجي ولا ان هو شافني وانا بكتبه قبل كده بس اول مره يقرا الكونتنت ده بقول له اقرا الكونتنت او بقول له كمان اقرا الكلام ده بصوت عالي وسمعني كده وانت بتقراه هل هت... هيتقري بشكل سلس وسهل والفويس تون بتاعته هتبقى طالعه بشكل مظبوط ولا لا وبعد ما تقرا قول لي انت فهمت ايه تمام هنا انا بعمل تيست للكونتنت قبل ما يطلع اصلا تيست للكونتنت قبل ما يطلع يعني انا الكونتنت دلوقتي خلاص انا شفت الكونتنت وعرفت الكونتنت طالع ولا لا طيب تعالى كده انا جبت حد قال لي ارتقي بافضل الالوان المفضله للصيف تمام طيب هو كده خلاص اوكي طب انت فهمت ايه؟ اه فهمت ان انت نازلين الوان جديده للصيف خلاص هنا انا اتاكدت او عملت كونفيرم ان الكونتنت ال بتاعي مظبوط الكابشن اللي انا كاتبها قادره توصل المسج بشكل كويس طيب انا دلوقتي بعد حتى لو هو ملوش في الكونتنت هو مش حد مش فاهم content بس انا عايز اعمل له تيست من ناحيه اليوزر اعمل له تيست من ناحيه ايه اليوزر وفي نفس الوقت كمان هو ما مع معطلش طيب تعالى كده نقدر لو هو قال لو هي قالت او اللي بيقرا الكونتنت اللي بعمل معاه التيست قال لي ارتقب افضل ووقف كده وجاب من الاول ارتكب افضل الالوان وقعد بقى تحت كده ارتكب افضل الالوان المفضله للصيف تمام هنا لا هنا ستوب انا انا عندي هنا في مشكله عندي مش في مشكله ايه ان العميل الكونتاكت الكونتنت مش مش جاري معاه مش قاري معاه مش متماشي مع الطبيعه بتاعت التنسيق وبتاعت التيست بتاعت الكونتنت يبقى انا هنا عندي مشكله في الكونتنت في المرحله الاولانيه او عندي مشكله في الكونتنت من قبل ما يبتدي عندي مشكله في الكونتنت من قبل ما حتى اعمل له ايه من, من قبل حتى ما اعمل له يعني حتى قبل ما اعمل للكونتنت ببلش انا خلاص فهمت ان الكونتنت ده مش هيتماشى معايا طب انا دلوقتي ممكن بتست الجزء ده علشان اشوف المفروض هل بالنسبه لي الامور تمام ولا لا وهل انا ماشي بشكل صحيح ولا لا طب تعالى كده مثلا نشوف كونتنت تاني ارتقي بافضل مثلا الالوان لدينا ليتناسب مع لون مثلا بلون بشرتك تمام بألوان جذابة تمام ده كونتنت في الضياع خالص في الضياع ليه؟ هنا أنا قلت في الكونتنت تو تكست بيدوا نفس الانفورميشن يعني ما ينفعش إن أنا أقول لك إيه والله أنت اشتري من عندي علشان أنا ببيع أسعار بأسعار رخيصة عشان هتلاقي عندي بأفضل الأسعار لا ما هو افضل الاسعار هي هي نفس الكونسبت بتاع الاسعار الرخيصه ما ينفعش وانا براجع الكونتنت في تاني نقطه تمام خلينا كده نقول نرقمهم علشان الامور تبقى بالنسبه لك واضحه فتاني نقطه هنا لازم اتاكد ان المعلومات اللي مش عندي او المعلومات اللي انا سوري بديها في الكونتنت ما تبقاش دوبليكيتد يعني ايه ما تبقاش دوبليكيتد يعني ما ينفعش اقول للعميل تكست ودي على فكره غلطه بقيها كتير جدا 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 عند الناس اللي اللي شغاله كونتنت يعني في ناس كتير بتبقى شغاله كونتنت بيدبليكيت الانفورميشن في وان تكست بيطلع معلومتين ثلاثه تمام بيطلع سوري معلومه واحده وبيعمل لها تكرار في نفس التكست في نفس الكابشن ليه؟ لان هو في دماغه عايز ياكد ويكونفيرم على المعلومه لكن التاكيد على المعلومه بسياقها افضل بكتير ما انت تعمل اصلا او انت تعمل تاكيد على المعلومه من غير ما انت تقعد تكرر في الكلام يعني ارتقي بافضل الالوان لديك اللي تناسب الوان بشرتك بالوان جذابه. طب اوكي انا 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 ليه بدبليكيت؟ ليه ليه ارجع اقول لها في الاخر الوان جذابه؟ يعني ليه ليه ارجع اقول بالوان جذابه؟ هنا انا عندي عندي مشكله، فانا لازم اصلا اشطب على الوان جذابه دي لان هي انت كده بتدبليكيت الموضوع، ليه تقعد بقى تعيد في نفس الكلام وتعيد في نفس السياق وتلاقي نفسك بتعيد بتعيد نفس الكلام وهي هي معلومه واحده طب ليه طب ما هو نفس الكلام انا ليه ليه اكرره تاني وليه اقعد اعيد في, في نفس الكلام بشكل بشكل مش تمام حاجه كمان انت هنا لغويا الدنيا ضايعه الوان جذابه الوان لازقه في جذابه فالدنيا ضايعه خالص طيب بعد كده ايه تاني هنا عندي لما براجع بقى على الانفورميشن ارتقي بافضل الالوان لديك اللي تناسب مع لون بشرتك طب انا دلوقتي لو انا منزل مثلا دريس او منزل مثلا جيب او منزل حاجه ده فرضا ان احنا بنتكلم في براند ملابس لان هم دول اكتر ناس بيفوكس على الكونتنت قوي وبتراجع الكونتنت وبتقراه علشان تفهم ده بالنسبه لها مناسب ولا لا فخلينا نقول هنا دي اكتر اندستري لقيتها بتفوكس قوي مع الكونتنت هنا لو انت منزل دريس مثلا او البراند منزل دريس هو الدريس ده لونه فاتح اصفر مثلا ولا حاجه فه هتلاقيها هنا هتدخلها في كونفليكت جامد جدا هتلاقي هتلاقي كونفيوزنج جدا هتلاقي الموضوع آ... عامل دروب آ... بشكل كبير جدا جدا في طريقه تفكيرها اللي هو هل اللون الاصفر ده هيليق معايا فانا هنا رحت للعميل في اكتر حته هو بيتشوش فيها يعني تخيل كده مثلا أي عميل أو أي بنت داخلة تشتري فستان أو داخلة بتفضل تقارن في الألوان والموديلز وإيه هيليق على إيه ولازم الجزمة تليق مع الـ مع الـ مع الدريس مع الطرحة مثلا أو أو, أو مع الشال أو أيا كان فهنا أنت كده بتدخل نفسك في العميل في مشكلة أصلا يعني أنت 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 كده بتلخبطه أكتر ما أنت المفروض تتفق تتفق تشيل من عنده اللخبطه او تمحي من عنده اللخبطه لان احنا زي ما قلنا قبل كده احنا عندنا دايما لما بنيجي بنعمل استراتيجي بنبقى احنا بنفوكس مع العميل ان احنا نزود له معلومه او ناكد مع معلومه او نشيل من عنده معلومه انما انت كده ما بتعملش اي حاجه من الثلاثه انت بتلخبط للعميل المعلومات بتاعته تمام فنخلي بالنا جدا جدا واحنا بنكتب الكونتنت في التيست او انت بتعمل تيست لازم تخلي بالك كويس جدا جدا هل الكونتنت اللي انت بتكتبه ده مناسب اصلا ولا لا مع اللي انت مع الشخص اللي انت بتكلمه او الاودينس بتوعك ما تعملش دوبليكيت للكلام على معلومه واحده تمام يعني بلاش تعالى كده اكتب لك الكلام ده هنا على كده على جنب تمام بلاش تكرر نفس الكلام لمعلومه واحده تمام طيب ايه تاني بلاش تمام تدخل عميل في متاهه يعني يعني ما تدخلش في المعلومه يعني انت ما تدخلش العميل في متاهات في المعلومه خلاص انت تديله عمولة كلير معلومه كلير جدا جدا خصوصا لو انت بتكتب تكست يعني لو انت لو لو احنا مش لو احنا مش بنكتب لو احنا بنكتب سكريبت ممكن اه العميل يسمعنا شويه لان السكريبت هيبقى مسموع طب لو انا بكتب تكست الناس بقت يعني سريعه جدا هو بيحتاج يعمل سكرول كل 30 ثانيه وكل 15 ثانيه كمان فانت مه فهو لو لقاك مش فاهم سكرول على طول يا يعني معلم المهات اللي بعديه فانت محتاج تبقى كلير لابعد الحدود الاول كنا ممكن نكتب كونتنت كبير جدا طبعا ده بيعتمد على حسب الاندستري ممكن في اندستري لا محتاج ان انت توضح فيها بعض الامور زي مثلا المجال الطبي زي المجال بتاع الاديوكيشن او مجال التعليم وما الى ذلك تمام؟ طيب فبلاش بلاش تكرر ده بلاش ان انت تكرر الكلام لنفس المعلومه وزي ما قلنا بلاش ان انت تشتغل على ان انت تودي العميل في او تقول للعميل معلومتين في كلام واحد وبعد كده بنقول لازم تراجع المحتوى تمام المحتوى لغويا اوكي وتنسيق اوكي وكان لغويا وإملائياً تمام ال الكلام ده يعني يعني الكلام ده مهم جدا 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 وده انت هتكتشفه بعد ما تلاقي نفسك بعد ما تلاقي نفسك انت غلطت مره واثنين تلاتة ولقيت نفسك بتنزل كونتنت او بتعمل بوبليش لكونتنت هو في اخطاء املائيه الكلام مش متناسق بتعيد الكلام مره واثنين وهو اوريدي بيدي نفس المعنى يعني يعني انا قبل كده كان في حد كاتب ممكن تبدل كان 8 ب تمام كان محتوى مش فاكر ايه وتاني خطوه بدل 9 ب لا ما احنا لو بدلنا رقم 8 ب 9 خلاص 9 بتبدل رقم 8 فانت اوريدي بتدخل العميل في مواضيع هو اصلا في غنى ان هو يسمع عنها تمام فدي الحاجات المهمه قوي قوي اللي المفروض ان احنا نخلي بالنا منها واحنا شغالين بشكل كبير وقبل ما نبتدي نشتغل على الكونتنت طيب بعد كده الجزء اللي ليه علاقه بتجربه المحتوى ليه علاقه بما بعد الببلش تمام يعني بعد الببلش المفروض تبتدي تراجع الكونتنت طب انا عملت ببلش ازاي هراجع الكونتنت تمام يعني ازاي انا المفروض هراجع الكونتنت بعد ما عملت ببلش تمام لازم ان احنا بعد كده بنرجع نسال الكلاينت بنسال الكلاينت او بنسال العميل نفسه هل هو لقى الجزء اللي هو محتاجه تعال كده نشوف هنا العميل تمام جاوبنا على اسئلته تمام طب جاوبنا هنا على اسئلته دي هتيجي ازاي انا اصلا منين بجيب الكونتنت تمام افضل مكان افضل مكان افضل مكان بنجيب منه الكونتنت للعميل هو الكومنتس والمسجز تمام طب العميل اللي جاوبنا على اسئلته فين تمام من التعليق والرسائل تمام طيب والمبيعات اوكي والمرتجعات دي افضل الاماكن اللي بنجيب منها كونتنت يعني افضل الاماكن اللي بنجيب منها كونتنت والله احنا حصل عندنا الشهر ده 30 مرتجعه اوكي حلو جدا ال 30 مرتجع دول بالنسبه لي هموني كماركتنج بس انا كبتاع كونتنت يعني يهمه الماركتنج جدا يفهم هو هو ليه ده رجع بس كبتاع الكونتنت يهمه السبب اللي رجع علشانه الموضوع ده يعني ايه يعني انت دلوقتي لو انت شغال في شركه او في مصنع او ايا كان وبيحصل عندك او شغال افريد او شغال في الاي كوميرس لازم تعرف المرتجعات دي جت ليه والله المرتجعات دي جت بسبب ان الالوان مش مش ما عجبتش العميل تمام؟ فده كونتنت تمام؟ ال اكتر منتجات مبيعا تمام؟ بتوع المبيعات بيقول لك والله احسن منتج احنا بنطلعه هو الـ المنتج الموديل مثلا 506 تمام؟ الموديل 506 مثلا افضل منتج مبيعا، اوكي تمام يبقى هو ده الكونتنت اللي انا المفروض اكتبه، والله المنتج 506 ده المفروض ان هو احسن في الالوان فانا هلعب عليه هلعب عليه في الديزاين بشكل كبير هلعب عليه في ارجع اشوف الكونتنت اللي انا اشتغلت عليه علشان طلعت بيه الكلام ده او طلعت بيه البرودكت ده هبتدي ان انا اشوف المنتج ده انا اتكلمت عنه ازاي الاعلانات بتاعته عامله ايه الكوبيز اللي نزلت فيها وما الى ذلك فهنا عشان تقيس الكونتنت اللي انا عملت له بوبليش ده نجح ولا لا هبتدي اشوف هل انا جاوبت على اصلا اسئله العميل ولا لا دايما دايما كان بيجي في المسجز ان عندنا مشكله ان استخدامنا لاستخدام العميل للمنتج بيعمل عليه بيعمل معاه حاجه اسمها سايد افكت او بيعمل معاه طريقه بيعمل معاه نتيجه عكسيه تمام نتيجه عكسيه بسبب سوء استخدام المنتج طيب هنا هنا المفروض ان انا المفروض الكونتنت بتاعي يكون ايه؟ ازاي تستخدم المنتج ده؟ ازاي المنتج ده ما يعملش سايد افكت؟ افضل منتج ما بيعملش سايد افكت فالناس هتيجي تقول ازاي ما بيعملش سايد افكت وانا عامل لي سايد افكت هتقول له بس بشروط 1 2 3 4 فاوريدي هو ده الكونتنت ان انت تجيب اصلا من دماغ العميل طب انا دلوقتي عندي برودكت اصلا جديد منتج جديد خالص تمام او منتج انا ما اتعاملتش فيه مع عملاء قبل كده انا اول مره اشتغل سوشيال ميديا عليك وعلى المنافسين وعملائهم يعني ايه المنافسين وعملائهم هات الناس اللي المفروض استخدمت منتج شبيه انا دلوقتي محتاج مثلا اشتري تلاجة جديدة فاوريدي انا هشوف الناس اللي عندها تلاجات بتشتكي من ايه في التلاجات او انا المفروض هبيع تلاجات تمام فالناس اللي بتشتري نفس المنتج الناس اللي بتشتري نفس المنتج دي عندهم شكوى في ايه؟ بيشتروا ايه؟ بيقولوا على المنتجات اللي موجوده في السوق ايه؟ هشوف بقى بيتي واشوف بيوت اللي جنبه واشوف بيوت اصحابي واشوف بيوت العيله واشوف بيوت الناس زمايلي اللي في الشغل، اشوف الناس بتقول ايه على 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 المنتجات، ممكن اعمل حاجه تانية اعمل محتوى تمام بسؤال عن المنتجات واراء العملاء. تمام لما احنا ساعات كده بنخش على فيسبوك او بنخش على اي جروب ونلاقي حد كده كاتب يا جماعه انا محتاج اشتري ثلاجه افضل ثلاجه بان عندكم ايه تمام وايه عيوبها وايه مميزاتها تمام حلو جدا والناس بقى تفكر ان هي بتخدم الـ 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 اللي داخل يسال ده وفي الحقيقه هو اصلا بيخدم شركه عشان تعرف الكلاينت وتلم وتجمع داتا وتفهم الكلاينت ده عايز ايه وناخد من ده الكونتنت انت كمان ممكن تكون اصلا ما بتنزلش ما بتنزلش البوستس دي بس ممكن تشوف البوستس دي وتفولو اب عليها لما كنا بنشتغل في العقارات كنا بنجيب الكونتنت تمام في العقارات كنا بنجيب الكونتنت من الجروبس اللي متجمع فيها الامهات بتاعه الحضانات اللي موجوده جوه اللي موجوده جوه الكومباوندز يعني تلاقي كده جروب كده الامهات عشان السوق تلاقيه علشان السباكين تلاقيه علشان مش عارف ايه كنا بنخش نشوف الاهالي اللي موجوده اصلا في الكومباوندز او الناس اللي مشتريه من الكومباوند بيشتكوا دايما من ايه واحده من الكومباوندز اللي كان فيها الشكوى دايما كان موضوع السباكه والكلام ده فدي كانت من الحاجات اللي احنا كنا بنفوكس عليها جدا في الكونتنت للمشاريع الايه المشابهه ليها او المشاريع اللي ده. ان انت لو سكنت هنا هتلاقي دايما لو مز... لو سكنت في حته ثانيه في الارجاء دي هتلاقي دايما في مشاكل في واحد اتنين ثلاثة فخليك في الايه في الكومباوند الثاني لان ده هيفرق معاك جدا وده كان بيجيب نتائج كويسه جدا وكمان الكونتنت كنا بنشتغله على يعني على 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 جروبس وعلى بيجز هي مش مش اوفيشال يعني مش رسميه حاجه كمان لما بتيجي تكتب الارتكلز تمام عشان برضه نبعد شويه عن السوشيال ميديا لما بتيجي تكتب ارتكلز لازم لازم بتبقى انت مفوكس جدا 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 على المعدل بتاع البحث تمام هنا معدل البحث عن ايه تمام لازم أن تفهم معدل البحث عن ايه تمام والله اكتر الناس بتدور اكتر بشكل كبير جدا عن افضل ارخص الاماكن مثلا لشراء الملابس في مدينه نصر تمام أو في القاهرة أو أيا كان أفضل الأماكن مثلا للرحلات أوكي فخلاص الناس بتدور على إيه وأنا هكتب عنه محتوى تمام أكتب عنه إيه محتوى فأنت المفروض لو أنت عملتش تجربة محتوى قبل كده بتبتدي تكتب محتوى عن من إيه من المنافسين ومن الإيه؟, آه 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 من الإيه من الإيه من من المنافسين ومن العمل طب ايه تاني هل انت بقى لما بتيجي بعد كده بتسال العميل نفسه او بتشوف العميل هل انت اتكلمت مباشر معاه يعني ايه مباشر معاه يعني الناس دايما دايما لما بتيجي تقرا حاجه بتحب جدا القصص والامثله يعني ايه القصص والامثله يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لك والله وده ده حتى بنلاقيه في الكونتنت الايدكيشن كمان لما بنيجي نحكي للناس عن حد كان شغال معانا في الكونتنت ونجح الناس بتتفاهم جدا وبتنتراكت قوي مع الكونتنت تمام لما بنيجي نتكلم الناس عن كونتنت أه والله عشان تعمل مثلا أه احسن حاجه في الكونتنت ممكن تعملها تعمل واحد اتنين ثلاثه الناس ممكن ما, بتد... ما مش مش بتتفاعل او لان انت ما بتدس على الناس على الكلام اللي بيلمسهم يعني ايه الكلام اللي بيلمسهم يعني انا ممكن اجي اقول لك كان في حد شغال معانا في الكونتنت وحصل معاه دروب وكان بيكتب غلط وبعد ما كان بيكتب غلط بدانا ان احنا معاه وحصل واحد اتنين تلاته كل واحد بتاع كونتنت ام شور sure ان جه عن عليه وقت هو مش عارف يكتب تمام وكان مستني حد يسبورت معاه فاوريدي انت لمست الناس لمست العميل نفسه فهنا لازم نفكر قوي 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 هل انا لما كتبت الكونتنت ده ونزلته بابليش هل هو لمس الناس ولا لا اصلا هل هو ده اللي الناس اصلا بتشتكي منه ولا لا فهنا دي نقطه مهمه جدا جدا وهتست ده مع العميل يعني ايه التست ده مع العميل لازم تلمس المشكله وتكتب عنها ستوري ولما تكتب عنها ستوري من الحقيقه او تكتب عنها ستوري المفروض ان انت بتوصلها للناس او بتوصل المعلومه بشكل ستوري للناس هتلمس الايه الفرق ما بين ده وده فاحنا لازم نعتمد على انواع الكونتنت وده اللي كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت ان في انواع في الكونتنت فلازم انت تيست الكونتنت سواء انت بتلمس الناس سواء انت بتكلم الناس في مين بوينت سواء انت بتكلم الناس عن طريق ان انت بتديهم كونتنت وان شوت معلومه واحده وخلاص على كده بتقفل مع الناس لازم تست الكلام ده كله مع ايه العميل لازم تتست الكلام ده كله مع العميل عشان آه عشان العميل آه يتفاعل معاك وفعلا يحس ان انت فعلا بتكتب حد فاهم بيكتب هو بيقول له ايه حاجه كمان المصادر تمام في بعض المجالات تمام بيهتموا قوي قوي بالمصادر عشان هنا لازم أن اشوف هل التيست بتاعي الناس هتبقى انتراكت اكتر وهتحب اكتر المصادر يعني أنا لما أقول له والله في معلومة بتقول ستين في المئة أو أنت زهورك مثلاً هنقول إن مثلاً إحصائي بتقول إن ظهورك تمام في النتيجة الأولى من محركات البحث البحث مثلاً بتاخد خمسة وثلاثين في المئة من العملاء تمام المصدر تمام اس جورنال مثلا المصدر المصدر تمام اس جورنال مثلا اي حاجه تمام فهنا في حاجه لازما هل الناس تفاعلت مع ده وعملت انتراكت عليه ولا لا تمام هل الناس بدات ان هي تشوف الكونتنت بتاعك هل الناس سالتك على المصادر تمام ممكن تيست الناس وتقول لهم يا جماعه المعلومه في 1 2 3 4 لو انت عايز مصادر اكتر ممكن تقول لي وانا ابتدي اديك مصادر هنا بتيست هل المحتوى اللي ليه علاقه بالمصادر هيفرق مع الناس ولا لا هل ده ده فرق معاهم ولا ما فرقش معاهم هل المفروض ده فرق معاهم في المعلومه وكان بالنسبه لهم موضوع كويس ولا لا هنا بتحدد ايه بتحدد تجربه المحتوى نفسه لازم بشوف المحتوى الادكيشن المحتوى البيرسونال المحتوى اللي بي بيتكلم بستوري المحتوى اللي بيتكلم في Ex, examples او امثله آه المحتوى اللي بيلمس الناس لازم اجرب اكتر من طريقه واجرب اكتر من حاجه عشان اشوف ايه اكتر كونتنت هو بقى اكت مع الناس ولا لا طب الموضوع ده المفروض ياخد مني قد ايه الموضوع ده م يعني ممكن ياخد مني قد ايه اولا ما ينفعش تجرب تمام من غير عملاء يعني عشان بس ايه من غير عملاء يعني ايه من غير عملاء يعني ما ينفعش ان انا الصفحه مثلا او البيج او الويب سايت او الايميل او الكلام ده يبقى جديد مثلا واروح اعمل ميل وابعته مثلا ل 20 شخص وشوف الناس دي هتنتراكت معايا ولا لا لا طبعا اكيد ال 20 شخص ولا ال 10 اشخاص اللي هتبعت لهم الكونتنت ال في الميل وتشوفها وتشوف هينتراكت معاك ولا لا هل هم دي مش طريقه تجربه انت لازم تعمل تجربه العدد كويس من العملاء عشان توصل ل 10% منهم طيب احنا لما بنعمل ميل عشان برضو الناس اللي, اللي بتكتب كونتنت ميل احنا لما عم بنعمل ميل المفروض ان 10% 10% من محتوى الايميل تمام بنقيم عليه يعني ايه بنقيم عليه يعني انا المفروض العميل انا بعت ال1000 فانا بقيم في ال10% في منهم المفروض كام وصل لكام حد وبعد ما وصل لكام حد اللي وصل له الميل وفتحه كام حد منه رد تمام فما انا ابعت آآ آآ ميل مثلا لل10 اشخاص واقول ما حدش رد فالكونتنت ده مش احسن حاجه لا طبعا تمام طيب المفروض ان انا بعمل ايه تاني او انا بشتغل على ايه تاني بشتغل كمان على الجزء اللي هو انا بكتب مثلا ارتكل ما ينفعش ان انا اكتب ارتكل وانا ما عنديش اصلا كونفرجن بيحصل على او ما عنديش ناس بتزور الويب سايت تمام او ما عندي مش عامل رانك كويس ومش عامل اه اه تفاعل كويس علشان اشوف الناس بتنتراكت معايا ولا لا ما ينفعش ان انا اكتب كونتنت على السوشيال ميديا على صفحه فاضيه او صفحه فيها 10 20 واقول ان انا كده بتست الكونتنت وبشوف الناس هتتفاعل معايا لا لا لازم تجرب طب التجربه هنا هتشمل ايه هتشمل القنوات اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وقلنا القنوات التابعه ليك والقنوات اللي مش تابعة تمام احنا قلنا في قنوات آه... اللي في ايه اللي مش تابعة ليك تمام احنا قلنا في قنوات مكتسبة تمام وفي قنوات المفروض ان هي مملوكة تمام وفي قنوات تابعة تمام فاحنا المفروض لازم نشوف الكلام ده انا المفروض آه آه الكونتنت اللي اتكتب تمام بالنسبه لي هل انا كتبت كونتنت مثلا انا في جروب مثلا ليه علاقه بالملابس تمام افضل او ليه جروب ليه علاقه بالرحلات في افضل رحلات في مصر اوكي فانا اكلم الراجل بتاع الجروب ده واقول له نزل الكونتنت بتاعي ده عندك وشوف الناس هتنتراكت معاه ولا لا فخلاص اوكي في ناس تفاعلت معاه في ناس ما تفاعلتش وابتدي اتست اكتب الكونتنت ده على على مثلا واتساب جروب اكتب الكونتنت ده على آه اي تجمع ليه ناس اعمله برشور واعمله آه آه ووزعه على الناس وشوف الناس هتتجاوب معايا وناس هتتصل على الرقم او الناس هتعمل سكان للكود ولا لا هكتب الكونتنت ده على آه بانر وابتدي اشوف هل البانر ده او اب ده هيفرق مع الناس ولا لا هبتدي ان انا اعمل آه اعمل مثلا الكونتنت ده وابتدي يعني لازما تكتب الكونتنت تبقى انت عامل حصر ليه هل المفروض الناس هتتجاوب معاك ولا لا وتبتدي تحدد طريقه المحتوى نفسها والتجربه انهي اكتر تجربه المفروض ان هي جت معاك والمفروض عملت انتراكت مع الناس وهل هي كانت تجربه كويسه ولا تجربه مش حلوه تجربه كويسه ولا تجربه مش احسن حاجه وتبتدي ان انت ايه تشتغل عليها تمام فلازما ان انت إيه تشتغل على ده تمام لما انت تبتدي تشتغل تشتغل على ده تمام طيب تعالى كده نشوف حاجه ثانيه ليها علاقه برضو بالكونتنت احنا بنتكلم لو احنا بنتكلم برضو عن الكونتنت انت هل انت قدرت طريقه تعمل طريقه تغلف بيها المحتوى للعميل ولا لا؟ يعني ايه تغلف بيه المحتوى للعميل؟ هل انت قدرت تودي له الكونتنت بشكل يجذبه ولا لا؟ تعالى كده نحط كده لو انت حط نفسك مثلا مكاني وانا دلوقتي مثلا او حط نفسك مثلا كانك مدير تمام حط نفسك مدير تمام تعالى كده نقول لو انا مدير تمام مدير موظفين المحتوى تمام والمفروض ان انا اقيم المحتوى بتاع الايه القسم واشوف هل القسم ده بيكتب كونتنت كويس ولا لا تمام اول حاجه بشوف هل المحتوى جذاب ولا لا او محتوى هنقول بيشد العميل ولا لا طبعا احنا عارفين ان المحتوى هنا المفروض ان هو هيدلاين هنقول نقول مقدمه تمام والمفروض ان هو جسم المحتوى او البودي تمام والايه الكول تو اكشن اللي بنقول عليها السي تي اللي هي آه خلينا نقول مش عارف هتبقى ايه بالعربي بخليها سي تي وخلاص تمام فاحنا بنقيس المحتوى على كده فاول حاجه المحتوى بيشد العميل ولا لا يعني ايه بيشد العميل ولا لا يعني لما اجي اقول لك مثلا احصل على خصم 50% في ولا تمام اجي اقول لك مثلا والمنتج مثلا آه والمنتج ب 2000 جنيه ولا اجي اقول لك آه اشتري المنتج ده ب 1000 جنيه تمام آه ممكن يكون عندي هقول لك على حاجه انا دلوقتي عندي منتج المفروض ان هو ب 600 جنيه اوكي طيب خلينا هنا نقول 600 جنيه تمام طيب ال 600 جنيه ده المفروض ان انت مثلا بتاخد الخدمه دي آه او خلينا قلنا نقول مثلا خدمه رصيد اوكي رصيد بقى انترنت رصيد آه آه جيمز جيمز بوينت رصيد بقى بوينت آه مثلا ليه علاقه بلايف ايا آه كان يعني طيب فانت بتاخد 600 جنيه او انت بتدفع 600 جنيه تمام طيب لمده تمام طيب لمده ست شهور هل المفروض انهي احسن اقول لك اه ادفع 600 جنيه جنيه لمده ست شهور ولا اقول لك فقط 200 جنيه في الشهر انهي جذاب اكتر الجذاب اكتر لو العميل بيعتمد على ان هو عايز يدفع ارخص فيبقى 200 جنيه في الشهر ليه لان انا ببسطه له الحسبه من قبل ما يحسبها طيب ممكن اجي اقول له بدل مثلا ما اقول له 200 جنيه في الشهر ممكن اقسمها له على الاسبوع تمام طيب. فاقول له انت هتدفع 50 جنيه في ال... هتدفع 50 جنيه في الاسبوع ممكن بدل ما اعمل ده اقسمها له على اليوم بدل ما اعمل كل ده المفروض ان انا مثلا احسب له ال 600 مثلا 600 مثلا على ال 30 فأقول له والله أنت المفروض اشترك ب 20 جنيه في اليوم. خلاص أنا أنا يسرت المحتوى خالص. إيه اللي هيجذب أكتر؟ لو جه حد قال لي اشترك ب 600 جنيه عشان تحصل مثلا على 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 رصيد مثلا إحنا إيه بنتكلم في ست شهور ولا 3، المفروض إن 3 شهور تمام؟ فإحنا هنقول المفروض 600 على ال إحنا قلنا كام؟ ست شهور. على ست شهور فاحنا قلنا المفروض 100 جنيه فالمفروض ال 100 جنيه فاحنا بنقسم بعد كده ال 100 جنيه على ال 30 يوم فهيبقى فيها 3 جنيه يعني الحسبه 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 دي مش صح اللي انا كاتبها بس المفروض المهم يعني يوصل لكم المعلومه تمام طيب فانا بقول له إن انا بيسر المعلومه فهل المحتوى اصلا بيجذب ولا لا؟ تمام طيب هل المحتوى المفروض خلينا نقول دي ثلاثه فهل المحتوى هنا جذاب ولا لا؟ هل هل انت كاتب المحتوى بيشد العميل ولا انا لما قريت العميل هيتشد ولا مش هيتشد تمام دي اول نقطه ثاني نقطه طبعا هيراجع الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده التيست اللي هو فيما قبل النشر يعني فيما قبل ايه المحتوى تمام المفروض هنا بنيه المحتوى نفسها مظبوطه ولا لا يعني هل الناس هتقف وهي بتتكلم ولا اصلا الهيكل بتاع الكونتنت مبني مظبوط بعد كده المفروض الانتر اكشنز اللي حصل التفاعل بعد ما احنا المفروض المحتوى اللي انت بتكتبه هل الناس بتتفاعل عليه ولا لا يعني انت لما بتكتب كونتنت هل الناس بتتفاعل معاه ولا لا وابتدي اعمل روتيشن ما بين الناس وهي بتكتب كونتنت يعني انا كتبت المره دي حاول انت بعد البلان دي ما تخلص حد تاني يكتب البلان خلصت بعد كده حد تالت يكتب وهكذا ده بيفرق تمام فاحنا بنقيم المفروض الموضوع عن طرق مختلفه قبل وبعد قبل بقيم لغه بقيم تناسب بقيم بعمل تيست الامور دي كلها بعد بقيم تفاعل بقيم كول تو اكشن بقيم هيد لاين بقيم الايه الانتراكت هل الناس اتشدت للكلام لل لل ولا لا والامور دي كلها خلاص فانت لما تيجي تشتغل على كونتنت لازم ت... ايه تعمل له ايفالويشن وتعمل له تيست تعمل ايفالويشن وتعمل تيست وتغير وتعمل روتيشن ما بين القنوات وتغير وتعمل روتيشن ما بين نوع الكونتنت نفسه وتغير وتعمل روتيشن ما بين الناس اللي بتشتغل وما الى ذلك انما الكونتنت ده مش هينفع تكتب كونتنت اكتب اكتب ملخصات وت... وتبتدي تيست عليها تجيب معلومات وتحط ليها الريسورس تبتدي تيست عليها الامور دي كلها تفرق جدا جدا والامور دي كلها تكنيكال مش هتلاقيها وانت شغال مش هتلاقيها في كورس او مش هتلاقيها كده انت لازم ان انت تجربها لازم ان انت تشتغل عليها حاجه كمان بقى خلينا نقول ايه الاوبجكتيف اللي ممكن تشتغل عليه عشان تحقق الايه الكونتنت يعني احنا تعالى كده نشوف احنا المفروض لو احنا بنكتب كونتنت تمام الهدف من المحتوى ايه تمام لو انا بكتب كونتنت ايه الاوبجكتيفز تمام ممكن تبعتوا لي كده في مسجز ايه او في رسائل ايه الاوبجيكتيف اللي ممكن علشانها تكتب محتوى انا دلوقتي هكتب كونتنت للشركه ايه الاوبجيكتيف اللي ممكن اكون عار... بتكلم فيها طبعا في حاجات اساسيه اللي هي تعريف بالمنتج تمام ممكن اكون مثلا منتج اعلم الناس زي ما نرمين قالت تمام ممكن اكون محتوى بيعي طب ايه الفرق ما بين المحتوى البيعي وما بين الايه المحتوى اللي ليه علاقه بالـ بالـ بالاعلانات ايه الفرق ما بين ان انا اكتب محتوى بيعي وما بين ان انا اكتب كوبي رايتنج تمام في فرق ما بين الاثنين اه في فرق ايه الفرق ما بين الاثنين محتوى بيعي انا ممكن اتكلم الناس بصيغه الانباوند ماركتنج ان انا ببتدي اقول له انت ممكن تتعلم آه ازاي ترسم ازاي الفرق ما بين الالوان وازاي 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 في الاخر اقول له كل ده المفروض ان احنا بنعلمه ممكن اتكلم مع الناس هو ده محتوى بس بيعي. طيب ممكن اتكلم مع الناس بطريقه الاديكيشن تمام ان انا اعلم الناس وفي الاخر اقول له في ممكن بقى تمارس ده اصلا عندنا. ممكن لو انا بتكلم مثلا في حاجه ليها علاقه بالطب فابتدي ان انا كدكتور ابتدي اعمل ايه؟ اقول للناس احنا جالنا مريض تمام عنده مشكله في 1 2 3 4 تمام والمشاكل دي احنا حليناها بطرق واحد اتنين تلاته اربعه فاوريدي انا عملت كونتنت بيعي ليه؟ العميل او البيشنت المريض لما يشوف ان اه انا او ام مثلا شافت ان ابنها تعبان عنده نفس المشكله ودخل آه ولقيت فيه دكتور بيحله خلاص اوكي انا هروح له تمام هو هو الدكتور ما قال ليش تعالي واكشبي لي على ابنك لو عندك نفس المرض بس اوريدي هو بيعالج فخلاص انا ابتديت ان انا آه اشتغل آه زي ما قالت مثلا ان هو ممكن نعمل للتفاعل ممكن ممكن يكون ليه المبيعات تمام وهو ده اللي بنستخدم له المحتوى البيعي ممكن يكون تعريفي زي ما احنا قلنا قبل كده طيب هل في حاجات تانية اه في ممكن ان انا احذف معلومة عند الناس او عند العميل تمام ممكن يكون محتوى ترفيهي ان انا بكتبه بشكل عشان ارفه عن الناس ممكن عشان كوميدي تمام ان انا بكتب محتوى عشان أبقى ساخر أو أو محتوى ساخر أقدم محتوى ساخر ممكن يكون محتوى ليه علاقة تهديدي يعني إن أنا أو أو إنذار تمام طيب إنذار يعني والحاجات دي بنستخدمها في الميدز إن أنا بعمل إنذار بتاسكس بعمل مثلا حاجة إن أنا بقول للعميل الناس الشركاء بتوعي يلتزموا مثلا بالكونتراكت ده ممكن يكون مثلا محتوى ليه علاقة التعاقدات ممكن يكون محتوى ليه علاقة بتعريفات المنتج يعني أنا ممكن أكون بكتب الـ content الـ product إن أنا بكتب تعريف المنتجات فأنا ممكن حد يجي يقول لي والله إحنا عندنا ويب سايت ودي حصلت قبل كده معانا آه آه عندي ويب سايت عايز احط عليه 500 منتج وال 500 منتج دول شبه بعض بس مختلفين عن بعض يعني ايه؟ يعني هم كل منتج منهم نفس التاني تمام بس الالوان هي اللي تختلف وكل لون بيعمل آه بيدي نتيجه مختلفه تمام حاجه اسمها باودر كوتنج كده طيب طب وده هنعمله ازاي يعني احنا 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 كل منتج مختلف عن التاني اه بس هم شبه بعض كلهم واحد كلهم نفس الظبه نفس كل حاجه فهنا انت بتكتب محتوى ليه علاقه بالديسكريبشن عايزين نطلع ديسكريبشن لكل منتج منهم مع, مع ان كل منتج منهم بالنسبه للتاني هو مشابه لكنه يختلف في الريزلت النتيجه اللي اللي طلع في الاخر فابتدينا ان احنا نعتمد على ان احنا نوري الناس المنتج نفسه والريزلت بتاعته هتكون عامله ازاي او شكله هيبقى عامل ازاي عشان نلعب على ده بلاص ان احنا نلعب على التركيبات بقى ونلعب على الجزء اللي ليه علاقه بالمواد المواد اللي اتعمل منها البرودكت والايه الاجزاء اللي اتعمل منها البرودكت تمام طيب حاجه ثانيه بعد كده ليها علاقه او نتكلم ثاني عن الكرييشن نفسه تمام يعني ايه هنتكلم عن الكريشن الكريشن ده اللي ليه علاقه بتنظيم المحتوى نفسه بحيث ان العميل المحتوى اللي يشوفه اللي يناسبه وقت احتياجه يعني ايه يعني احنا دلوقتي المفروض داخلين على مثلا المدارس اوكي فالمحتوى اللي المفروض بينزل يكون ليه علاقه بالمدارس زي بالظبط كده لما نتفليكس مثلا بتيجي قبل مثلا رمضان تلاقيها او او مثلا بلاش نتفليكس خلينا في شاهد قبل رمضان تقول لك احنا عندنا في رمضان مسلسلات كذا تيجي بعد رمضان مثلا او في اخر رمضان تقول لك احنا عندنا في العيد افلام جديده مثلا الافلام دي اول مره وحصريا بس على شاهد تيجي بعد العيد داخلين مثلا على المدارس فبتروح منزله حاجات ليها علاقه بالمدارس بعد المدارس داخلين في اوقات اجازه فتنزل محتوى موفيز ليه علاقه بالاجازات والكرتون بشكل اكتر احنا دلوقتي داخلين على محتوى داخلين مثلا على أه... على كاس العالم، اوكي؟ فالمحتوى اللي احنا هننزله هيكون ريليتد بكاس العالم، داخلين على ماتش اهلي والزمالك، ف... وما الى ذلك، فاحنا بنتكلم عن المحتوى تمام؟ المنظم للعميل، اوكي؟ احنا عندنا محتوى لازم يكون ايه ريليتد ومنظم للعميل، العميل يبقى شايف المحتوى، متابع المحتوى بيمشي بينزل ازاي، والامور بتاعة المحتوى بتمشي ازاي، امتى اقول له ان انا عندي بودكاست، امتى اقول له ان انا عندي آه... حاجه المفروض ان انت تسمعها على يوتيوب امتى اقول له اقرا التكست ده امتى اقول له خد الملخص ده فده ليه علاقه بالكونتنت كريشن لازم يكون ليه تنظيم لازم يكون ليه ايه تنظيم حاجه كمان نتكلم عن ودي اتكلمنا عنها سريعا المره اللي فاتت ليها علاقه بتهيئه المحتوى تمام تهيئه المحتوى هنا بنتكلم على ان انا اطلع كونتنت تمام والمفروض الكونتنت ده اعمل له تمام او هنا مش بعمل له بقى ريسايكلينج ريسايكلينج دي ايه الفرق ما بين الريسايكلينج والريبوزيشن تمام في فرق انا مش عايز ادخل في في في, في مصطلحات اكتر عشان لو معانا ناس في البدايه بس الفرق ما بين الاثنين ايه الفرق ما بين ده وما بين ده ايه الفرق ما بين الريسايكل ال وفي حاجه زي ما قلت لك بنسميها الايه الريبوزيشن الريبوزيشن هنا انا بتكلم في الكونتنت اللي انا بعمل له اعاده لكن بطريقه مختلفه زي بالظبط كده لو انا بعمل ريبوزيشن فهنا تعالى اقول لك مثلا عاملين تمام احنا دلوقتي عاملين تمام ميتوب مثلا اوكي طيب بعد الميتوب المفروض يكون في فيديو اوكي فيديو يوتيوب طب اوكي احنا احنا ممكن يكون حد ممكن يكون حد ما حضرش بس هو اوريدي في فيديوز عندنا على اليوتيوب ونطلع منه بودكاست تمام الناس اللي مش مش هتقدر تسمع ممكن تسمع البودكاست فوري هتستفاد وبعد كده نطلع بقى من من من, من نفس الميتوب تمام كلام مكتوب من المحتوى اوكي طيب ممكن بقى فانا هنا بعمل ريبوزيشن ان انا بدخل على كل ده بعد كده نطلع منه تيك توك تمام فيديوهات قصيره تمام ناخد من آه الفيديو الطويل قوي ده ناخد منه كوبي كده ناخد منه كات نعمل منه كات وناخد منه حاجات ليها علاقه بالكونتنت فاولريدي احنا هنا بنعمل ريبوزيشن للكونتنت تمام بدل ما احنا هنا بنتكلم عن مراحل الكونتنت والاجزاء دي كلها لا انا ممكن اعمل فيديو واحد بس بيتكلم عن الريبوزيشن فخلاص انا عملت ريبوزيشن للكونتنت خدت حته من الكونتنت وطلعتها بره خالص فلما طلعتها بره خالص بدات ان انا اعمل ايه اه ريبوزيشن ده 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 كونتنت لو انت اتفرجت على الجزء اللي هيطلع من التيك توك فهتقول ان ده كونتنت بيتكلم عن ريبوزيشن لو تك.. او بيتكلم عن جزء معين ايا كان هو لو اتفرجت على الفيديو كامل هتك.. هتك.. هتقول ان انت بتتكلم عن ميتوب uh, كامل في الكونتنت لو انت بتتكلم عن حاجه uh, مثلا بودكاست uh, هتقول انا سمعت بودكاست عن الكونتنت احنا بنعمل ريبوزيشن تمام الريسايكلينج بقى ان انت بتاخد نفس الكونتنت وتبتدي تنشره تاني زي ما هو بالظبط على نفس البلاتفورم او بلاتفورم تاني فور اكزامبل خدت التكست ده وبعد ما خدت التكست المفروض ان انا كتبته هو هو تاني مثلا بعدها بسنه ومثلا لو جه جالك على يوتيوب آه سوري جالك على فيسبوك الميموري مثلا بتاعت من تسع سنين او من سنه خدته هو هو ورحت عامل ايه؟ نشر زي ما هو بالظبط كده على ايه على فيسبوك فانت هنا عملت ريسايكل للكونتنت عملت ايه؟ ريسايكل خدت الكونتنت تاني وبدات تشتغل عليه تمام؟ آه بدات ايه تشتغل على آه الكونتنت في حاجه كمان بنشتغل عليها ودي اخر حاجه ممكن نتكلم عليها النهارده عشان ما نبقاش زاحمين الامور آآ زياده عن كده جزء تاني ليه علاقه بمشاركه الكونتنت تمام الكونتنت شير او او بنسميه الكونتنت سايندكشن ان انت بتعيد تمام الكونتنت بتعيد نش الكونتنت تاني زي ايه بالظبط زي بالظبط كده لو انا خدت الكونتنت بتاعي والمفروض الكونتنت بتاعي ده حد اديته مثلا لحد تاني المفروض خده زي ما هو كده ونشره على ويب سايت مختلف او خد الارتكل اللي انا كتبته على فيسبوك وكتبه على على زي ما هو على بلاتفورم بقى مختلفه مش نفس البلاتفورم على بلاتفورم مختلفه هو خد نفس الكونتنت بالظبط بالظبط والمفروض ان هو لعب عليه وحطه زي ما هو الايديت بتاعه اشتغل مثلا عليه اشتغل مثلا عليه على 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 الاي سي بتاعه والمفروض ان هو حطه على ايه على 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 الارتكل على الويب سايت تمام فاحنا هنا بنعمل مشاركه للمحتوى فانا هنا خدت طرف تاني للمحتوى والمفروض ان انا اشتغلت عليه وطلعت الكونتنت بتاعي واشتغلت على كونتنت مختلف تمام فدي كلها اجزاء مختلفه في الكونتنت بنبقى احنا عارفينها وبنبني لها استراتيجيز كمان واحنا بنشتغل يعني انا بكتب المفروض البلان بتاعتي الشهر ده هتتكلم عن الكونتنت فانا اوريدي هنعمل اربعه ميتوب في الاربعه ميتوب كمان خلالهم هنشتغل على الجزء اللي ليه علاقه على مدار الشهر بالكونتنت كاجزاء مختلفه كتكست وفي نفس الوقت هناخد التكست دي بعد كده نحطها على الويب سايت عندنا وما الى ذلك فاحنا بنبني استراتيجي كامله فانت لما تبني استراتيجي لازم تعمل حساب زي ما قلنا الريبر ومشاركه المحتوى والجزء اللي له علاقه بالأوبجيكتيف والجزء اللي له علاقه ب بتست المحتوى والامور دي كلها تمام فدي كلها حاجات لازم بتخلي بالك منها وبتشتغل عليها بشكل كبير طيب احنا دلوقتي عايزين آه، نشوف المفروض هنشتغل على ايه او التاسك المفروض هتنفذوه هيكون ليه علاقه بايه هيكون ليه علاقه بنفس ايه الامور تمام هتشوف تجربه تجربه هتعمل تيست على آه، تجربه المحتوى اوكي تمام وهتشتغل على كمان اعاده نشر نشر المحتوى هتقول لي والله المحتوى ده كان كذا وانا عملت له اعاده نشر بعد كده هتعمل اعاده تمام توزيع تمام طيب. انت ازاي ان انت هتاخد من نفس الكونتنت ده توزع على كذا بلاتفورم وتبتدي ان انت تشتغل كمان على فكره احنا ساعات كنا بناخد الارتكلز ومثلا ثلاثه ارتكلز وناخد الثلاثه ارتكلز دول نعمل منهم ملخص يتماشى مع بعض ويكون بيتكلم عن نفس ال... عن نفس التوبيك يعني احنا مثلا عملنا ثلاثه ارتكلز الثلاثه ارتكلز دول بيتكلموا عن الفريلانسنج اوكي طيب خدنا الثلاثه ارتكلز عملنا منهم ملخص عن الفريلانسنج فخلاص احنا عملنا ايه إعادة ايه توزيع بشكل كبير فما هنا طلعت ملخصات وطبعتها وبقت كتاب اوريدي مكروه ودي دي ارتكلز متفرقه على كذا ويب سايت احنا كتبنا عليه فهنا احنا عملنا حاجه مختلفه بعد كده هتكتب لي محتوى قصصي تمام هتقول لي ستوري معينه عن حاجه ليها علاقه بكونتنت حصلت فعليا وانت هترانسليت ليها وتكتبها از كونتنت عشان نبتدي نشوف الكلام ده هتعمل حاجه اسمها الكاستمر فيدباك او خلينا سهله عليك واقول تعليق تمام من تعليق من عميل وحوله لمحتوى اوكي خليني ايه اخد الكلام ده وابعته لك وبعتوا لك في الشات علشان طبعا يعني بعتوا لك في الشات علشان لو انت الناس اللي هتنفذها واللي هتكمل واللي هتنفذ التاسكس بتاعتها تبقى ايه تبقى متابعة وتقدر ان هي تشتغل عليه بشكل تمام اهي بالبونطو عشان الناس بترجع تقول يا الناس بترجع تقول لي هو المفروض هنعمل ايه؟ لا مش كده ثانية. تمام طيب. التاسكس عشان الناس تبقى الامور بالنسبة لها واضحة، انا مش فاهم منى بتقول ايه؟ أه بس تمام يعني هي عايزة تعرف التاسك التفصيله ايه تمام المحتوى عشوائي يعني اه يعني المحتوى زي ما انتم برضو أوكي ماشي خلاص أه المحتوى زي ما انتم عايزين عادي يعني انا مش, مش مش هجبر حد على تاسك معين يعني انا مش عارف مجالاتكم ايه تحديدا طيب تجربه المحتوى ايه انا المفروض ان انا هشوف التيست بتاع الكونتنت هتبع... هت... هتقول لي الكونتنت ده التيست بتاعه كذا وعملت عليه تجربه معينه إعادة نشر المحتوى هتقول لي والله الكونتنت ده خدناه المفروض إن هو كان مؤثر جدا وعملنا له إعادة نشر على بلاتفورم مختلفة أو نفس البلاتفورم. إعادة توزيع يعني إحنا جبنا أرتيكل وعملنا منه بودكاست أو عملنا منه فيديو أو حولنا الفيديو وكتبنا منه ملخص أو توزيعة مختلفة. تكتب محتوى قصدي يعني أنت هتكتب ستوري معينة تقول أنا كتبت الستوري دي آه، آه، ككونتنت تمام وقدرت ان انا انتر بيها آه، تعليق من عميل وحوله لمحتوى والله انا بشتغل في الساعات بشتغل في الملابس بشتغل في اي حاجه ففي عميل جه قال لي انا عندي مشكله ان ساعتكم حجرها بيخلص بسرعه فانا قدرت ان انا آه، آه، احول المشكله دي لكونتنت وقدرت ان انا اشتغل عليها تمام ده، ده،, ده ده باختصار كل آه، كل الحاجات اللي, اللي المفروض تشتغل عليها خلينا كده نفتح اي آه، ثينك ان انا كده فتحت المايك آه، 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 ممكن تشتغل عليه اللي مع، اللي معاه بروجكت يشتغل عليه اللي مش معاه بروجكت ممكن يشتغل على حاجات تخيليه عادي جدا يعني على حسب كل كل واحد I think ان انا فتحت المايك فيا ريت آه، يا ريت لو آه، آه، يا ريت لو بس حد يكونفيرم معايا ان المايك مفتوح مش عارف هو كده اتفتح ولا لا بس I think ان هو فعلا كده اتفتح تمام اه كده اتفتح تمام اوكي نهى اتفضلي كنت انت عايز تسال على حاجه او كان في حد عايز يسال على حاجه الاخبار هو مش انا صوتي كده تمام مسموع اه انا صوتي تمام انا صوتي كده مسموع اوكي ازيك عامله ايه اوكي الحمد لله او انا بس عندي اربع اسئله هو انا حاليا خلصت انترنشيب ديجيتال ماركتنج وبعدين بقيت جوين as a ا جونيور مودريتور وكونتنت كريتور هو انا بس في حاجه بستك فيها وانا اصلا ميديكال باك جراوند انا اصلا صيدلانيه في, في الاصل فلما باجي بكتب كونتنت ميديكال اوقات انا عارفه تارجت بيرسونا للاكونت اللي بكتب له كل حاجه بس اوقات بستك بشوف ان انا معلومة كده بالنسبه لي واضحه بس ما بتكونش يعني لما حد بيعمل ريفيو عليها بيقول لي لا هي مش واضحه قوي للتارجت بتاعنا آه تاني بوينت لما باجي بعمل ريفيو على الحاجه اللي انا كاتباها كل مره بغير فيها بعد ما ببقى حاسه ان هي خلاص اتس اوكي okay. وبعدين مش مش باخد بالي من الغلطات قوي يعني ايفن الغلطات الاملائيه ف يعني على طول حاجه دي بستك فيها آه، ثالث حاجه معظم السوشيال ميديا فيسبوك ف في الشركه يعني فايه الوقت بقى المناسب عشان تطلع الحاجه بحيث ان انت تكون بتطلع انت كويس ما تكونش في نفس الوقت ان انت متاخر التمرين الكتير التمرين الكتير هو ده اللي هيفرق جدا 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 يعني ايه آه يعني انت المفروض او انت المفروض تشتغل ان انت تمرني نفسك بسرعه جدا وتقري كتير جدا جدا في نفس المجال عشان تقدر تطلعي افكار مختلفه واشتغلي بطريقه الاستراكشر طريقه الاستراكشر اللي هو ايه ان انا دلوقتي عندي برودكت ما آه عندي برودكت معين البرودكت ده ببتدي اطلع منه مين بوينت وكل بوينت هتكلم فيها عن ايه ساعات احنا بنشتغل على دي آه على حاجه اسمها ميند آه ماستر تمام بنطلع فيها افكار الكونتنت بشكل كامل كده ممكن احاول اعمل لك شير سكرين لحاجه والتيست ده مع بعض ممكن نعمله ازاي؟ أه أه بنشتغل أوكي. على اه احنا... بنشتغل على ان احنا بنطلع الفكره قولي لي مثلا كده انت بتشتغلي في مجال الادويه مثلا ولا قلت لي ميديكال يعني لا لا ميديكال هوسبيتال وكلينكس يعني نلا. مثلا في... اه كان يعني في فكره اللي هو تقويم الاسنان مثلا وده مثلا في سؤال برضه ثاني عايزه اساله ان انا مثلا يعني ممكن أنا بس نخلص الاول وحك... اوكي تمام خلينا 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 نخلص الاولاني. آه احنا دلوقتي بنتكلم في تقويم في في, في تقويم الاسنان تمام؟ دلوقتي احنا المفروض أوكي. زي ما كنا زي ما بنتكلم احنا نطلع ايه المشاكل اللي عند الكلاينت نفسه في تقويم الاسنان ونبتدي نطلع كل المشاكل بشكل كامل ونبني عليها الاستراكشر زي مثلا آه الـ 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 يعني الوقت. هتكلم اويرنس صح؟ ااا آه ما هو هنا بقى احنا حاطين استراتيجي فيها اوبجيكتيف تمام؟ فانا الاوبجيكتيف بتاعتي ايه؟ أقول له إيه المشاكل اللي أنت ممكن تحلها بالتقويم مثلاً؟ تمام إحنا إحنا دلوقتي بنتكلم عن عميل هو عنده إحنا بنعمل أويرنس تمام؟ هنا هنقول إن إحنا. أوكي. توعية، أوكي؟ تمام. أوكي طب إحنا هنا بنتكلم إن هو عنده مشكلة أي ثينك في الوقت، الوقت طويل جداً، يعني هو ممكن يقعد شهور تقريباً صح؟ تمام مظبوط. تمام، طيب ممكن نتكلم كمان في موضوع الأكل إن هو ما أي حاجة، صح؟ مظبوط انا بتكلم انا بي... أه. اتفضلي ولما بيجي بيتكلم بيبقى الفوناتكس بتاعه مش مظبوط اوكي الكلام آه التهابات برضو بتحصل في اللثه برضو الالتهابات <applause> بتحصل في اللسا تمام المهم ان احنا اه نحن... م... يعني خلينا نقول مثلا ان مثلا آه هنقول ان دي المشاكل بشكل كامل، فاول حاجه انا خليني اطلع هنا اطلع كل ايه طلعي كل الحاجات اللي ممكن ان احنا نتكلم فيها عن تقويم الاسنان بعد كده هناخد اول مشكله واول مشكله نروح مطلعين منها ايه الحاجات اللي احنا المفروض هنكتبها فيها تمام طيب ايه الحاجات انا انت عندك مشكله في الكلام اه تمام طيب ايه بقى المشاكل نفسها اللي موجوده في الكلام ونبتدي نتكلم عنها ونعمل منها كامبين كامله فردني انا انا, إيه أنا بلاقي مين أس... بوينت اه ايوه بالظبط بعمل مين بوينت هلاقي نفسي في الاخر عملت بلان سنه اصلا تمام كتبت حاجات كتير جدا وقدرت اطلع من كل حاجه معلومه وابتدي ان انا اقدر اوصل أوكي. بقى المعلومه دي وابتدي ان انا اشتغل عليها تمام تمام آه طب لما انا اجي اعملها بقى فعشان انا مطلوب مني اللي هو بتاع الشهر فانا اوريدي كتبت يعني في السامبل بتاع الشركه هم كانوا كاتبين بس التوبكس وخلاص بس هو طبعا حصل استكيت في حاجه ان انا مثلا زي ما اتكلمت ان انا لعبت على البين بوينت بتاعت الاطفال ان انت محتاج عشان ولادك بتعملهم التقويم بسرعه وكان في اوفر اللي هو هما قالوا لي لا احنا عايزين نتكلم اصلا على زي ما قلنا دلوقتي ايه مشكلة اللي انت هتحلها بالتقويم فطبعا هي في الكالندر انت مفترض بتكتب الحاجه ان ديتيلز بان انت هتشتغل ايه الاوبجيكتيف وايه الاس بي اللي انت هتشتغل عليها صح؟ تمام بالظبط علشان م... يعني الحاجة ما تبقاش رايحة جاية كده بص هقول لك على حاجة يعني دي كانت هي مشكلة منهم مش مشكلة تم... مني او تمام هقول لك على حاجة احنا احنا دايماً لما بنتعامل مع كلاينت هو هو إن... يعني انترنال قوي قوي في الشغل وبيتدخل في الشغل بشكل كبير بنتعامل معاه بالخطوة يعني ايه بنتعامل معاه بالخطوة؟ يعني بنتعامل معاه ان احنا دي الأفكار اوكي امضي عليها تمام, تمام؟ آه حتى لو انت موظفة جوه الشركة بتتعاملي معاهم يا جماعة عشان دي. بس ما ترتبي ما تلخبطوليش ترتب... ما تلخبطليش اللي انا بشتغل عليه، انت دلوقتي احنا دلوقتي عملنا كونسبت، اوكي؟ الكونسبت ده بتاع الشهر اوكي؟ اوكي، امد عليها؟ تمام، دوكيومنتيشن دوكيومنتيشن ابتدي يخشي الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها ايه؟ طب معلش هم بات... لو لا لا إيه؟ انا كلمتهم كده بس لو انا معلش كلمتهم كده بس هم مش اوبن قوي الموضوع ده، يعني يعني هم بالعكس هم جابوا الغلط مه... مه... عليا انا قالوا انت اوير قوي بالكلاينت وشغال عليه مودريشن حل... فانت عايزه حولي ازاي؟ حاولي تدفى الناحيه الثانيه الأول، أيوة. اللي هو اه اللي هو ازاي يا جماعه قولوا لي بقى الافكار اللي عندكم ايه عشان ابني الكونتنت تمام طيب ايه الكونسبت اللي عايزين تشتغلوا عليه الشهر ده والله احنا عايزين نشتغل على كونسبت كذا تمام طيب اوكي تمام طيب خلاص اوكي هنشتغل على الكونسبت ده وابتدي انت ابني بلان من, ح... من حيث دماغهم بقى تمام طيب انتوا عايزين تعرفوا الناس اسس طيب. معينه عايزين تعملوا حاجه مثلا ليها علاقه بكذا فخلاص وتبتدي انت بقى تبني الكونسبت بتاع الكلاينت بتاعك على للكلاينت بتاعه وتبتدي تشتغل على هذا الاساس تمام الحاجات مثلا ثرو او ثرو واتساب مثلا والحاجات اللي بتبقى دوكيومنتيشن اه اه بالظبط يعني تمام وبعد كده بقى خلاص انا خدت اشتغل عليه تمام هو انت في الكونتنت اوقات إيه مثلا بتبقى بتكتب بصوره كويسه اوقات إيه بترجع تاني ده بيبقى عادي في مرحله البدايه ولا ده بيبقى خطا مني لا لا مثلاً. ده ده اه ده 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 يعني انت اوقات إيه بتكتبي كويس اوقات أو إيه بتكتبي مش كويس صح؟ قصدك كده صح؟ يس yes اه ده آه. ده طبيعي ده طبيعي لاي حد ما حدش بيمشي في كتابه الكونتنت على نفس ليه بقى لان الموضوع له علاقه نفسيا شويه الموضوع له علاقه بالتركيز الموضوع له علاقه بمدى <applause> اوير الاوير بتاعك بالموضوع الموضوع له علاقه بالوقت اللي بتكتب فيه في الليل وبتكتبي النهار الموضوع له علاقه بالدوشه اللي حواليك اللي انت عارف مكان هادي ولا مكان فيه دوشه <applause> فدايما المعايير بتاعتها متغيره وعلى فكره كل كل حاجه في يعني المجال ده يعني الناس اللي بتحبهم أوه. مش بتحبه من شويه بحب المجال ده لانه استراتيجي جدا اللي هو ايه؟ انت عندك أيوة مشاكل اه بتاع الميديا بنج نفس القصه عنده مشاكل تانية اللي هو مش كل اعلان هيعمله نفس النتيجه حتى لو هو عامله يعني بال 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 بالملي مش مش يعني بالملي واللحظه برضه مش هيطلع نفس النتيجه بتاع الاي سي او عنده كل نص ساعه تغيرات في, في ممكن يقعد يشتغل آه ثلاث شهور على كونتنت مثلا ليه علاقه مثلا بالكورونا ودي يظهر فيروس جديد تمام الناس تتكلم عليه فاوريدي هو البلان اللي عملها دي رماها في الزباله خلاص تمام فهي اه فهو الموضوع كده فاحنا لازما لو ما لو ده ما حصلش احنا هنمل اصلا تمام ان احنا لازما ومعلش عادي ان انت كل شويه تقرا البتاع تبقى عايز تغير عليها يعني تجيلك فكره جديده تقول طب ما آه, اه بس دي بقى بنعملها اه بنعمل لها اه بنعمل نيو بلان تمام آه ودايما دايما بنكتب في نوت بقى تمام انا في فكره كذا أيوة احنا أو. ممكن نعمل فكره ثانيه حلو يبقى احنا جاي فكرتين دايما كان في حد كان في حد من قريب معايا في التيم كان قال فكره قلت لا احنا ممكن نعمل كذا فقال لي جمله كويسه جدا وقال لي ما تلغيش الفكره طورها اللي هو هو انت طلعت فكره وانا طلعت ايوه هم لي كده فعلا اه اه وانا مدير وطلعت فكره ثانيه بس هو صح اه هو خلاص خلي فكرتك وخلي فكرتي ونكتب الاثنين ونشتغل على دي ونشتغل على دي بعد كده نطلع ايه تيست كونتنت نعمل تجربه للكونتنت بعد كده نشتغل على جزء تاني او نطلع جزء تاني يبقى احنا خلاص جمعنا اكبر كم من الحاجات اللي ممكن نتيست بيها يعني واز اذن اول فكره تمام فخلاص بقى الصوب بقى ايديتنج عليها وتحول على حاجه ثانيه بالظبط طيب اخر سؤال عشان انت قلت عليك بصوا انا اول ما دخلت الديجيتال ماركتنج انا يعني جاز خدت انترنشيب فانا في حاجات كنت فيها انترستد قوي يعني بس يعني ليتلي انا انترستد اكتر في حوار يعني كونتنت وده وده ده أصلاً بدايه حبي في الموضوع وحوار من الحاجات الاستراتيجيك دي برضو بقى احب ان انا اقرا فيها فسؤال بقى هو ده مش هيعمل شات يعني ايه الافضل ان انا افوكس بس على الكونتنت زي مثلا يعني الموضوع ده او حاجه وبعد كده ادور على حاجه ثانيه هقول لك على حاجه الموضوع بالظبط هقول لك الموضوع بالظبط زي البازل يعني ايه زي البازل يعني ما ينفعش ان انا افضل واقف مكاني وما ينفعش ان انا اروح في حته وانا ما كملتش الاولانيه انا معايا انا دلوقتي معايا قطعه بازل مكتوب عليها كونتنت ما ينفعش ان انا قطعه البازل مش كامله واروح اركب فيها واحده ثانيه لا انا نفس قطعه البازل دي اول ما تكمل وانا ابقى اكسبيرت جدا في الكونتنت هكمل اللي يكمل معاها يعني ايه كمل معاها يعني المفروض ان انا ما اروحش اشتغل بقى مثلا يعني. ادز بس. او كده ايه اللي هيكملني الاس اي او بس مش اس اي او بشكل كامل انا الكونتنت بمعايير الاس اي او فابتدي اذاكر الكي ووردز واللاندنج بيجز والجزء اللي ليه علاقه بالارتيكلز از اس اي او والورد بريس ازاي اكتب عليه فدي حاجه مكمله لما يجي عميل يقول لي مثلا انا عايزك تكتب لي كونتنت ديسكريبشن يعني المنتجات اقول له لا ده انا هكتب لك الكونتنت بمعايير الاس اي او وانا كمان اللي هحطه جوه الويب سايت فانا لو هاخد منك مثلا 10 جنيه لا انا المفروض هاخد 30 جنيه فاوريدي انا كملت صح مش كملت ونقلت نفسي وبعد كده نسيت الكونتنت فدخلت في دوامه ثانيه وبص بقى افضل ايه الف حوالين نفسي بعد كده فانت لما تيجي تكملي هل ده هيكمل اللي انا فيه وهيكمل خطواتي ولا هيفصلني في خط تاني تمام؟ فانت صح بس خليك اكسبرت في الكونتنت جو لاي حاجه ثانيه بعدها يكمل ليها. فهمتك <applause> تمام تمام معايا ولا الشبكة عندي بس بعدها مش براليها ليها يعني ايه لا لا كده معايا بقول لك يعني هي هتبقى برضو برا ليها ولا هتبقى براليها ليها ولا بعدها يعني بالتوازي برضو مع الحاجة اللي انا بدرسها في كونتنت ولا اه طبعا اه طبعا بالتوازي بس, بس الحاجة اللي انا بقيت اكسبرت فيها بعمل فيها ابديت تمام خلاص هي دخلت حيز التنفيذ وانا شغال فيها بعمل ابديت بس ما برميهاش خالص تمام معايا ولا اوكي تمام انا كده خلاص ميرسي قوي ليك عفوا هو اشوفك بس بتقطع انت كده سامعني اه اه اوكي تمام اه تمام هو انا كده خلاص ميرسي قوي ليك تمام عفوا اوكي تمام أوه. آه مين تاني؟ آه، في حد تاني عنده سؤال ولا نكلوز النهارده؟ خلينا كده برضه نشوف المسجز لو عندي أكتر من بروجكت أعمل عن كل واحد واحد شيء منهم؟ لا عادي ممكن 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 بروجكت واحد بس كفاية مش لازم عن كل البروجكتس يبقى كل التاسكس يعني الناس اللي هتنفذ التاسكس بتاعتها عادي يعني يعني تعمل هو واحد بس عن كونتنت واحد وخلاص تمام؟ حتى انا عنده سؤال نبعت التاسكس فين على على الميل على الميل اللي احنا بنتابع عليه هبعت لكم هبعت لكم الميل سانية واحده وانا هبعت لكم الميل دلوقتي هقول لكم كمان شرح للتاسكس اللي احنا المفروض هنشتغل عليها عشان الناس اللي بتسال على الشرح بتاعها او هنعمل فيها ايه اقول لكم حالا التاسكس دي هنعمل فيها ايه هنبعت على الميل بتاع ماركتنج منتور هبعت لكم الميل في الشات تمام كده الميل موجود في الشات تمام التاسكس اللي احنا هننفذها هي ليها علاقه باللي احنا اتشرحنا فيه النهارده واتكلمنا فيه النهارده احنا كنا بنتكلم عن اجزاء ليها علاقه بالتيست للكونتنت وال والريسايكل الكونتنت والجزء اللي ليه علاقه للريبربوزيشن البربوزيشن بتاع الكونتنت هنعمل ايه هنجيب المفروض كونتنت ونعمل عليه تيست بيفور وافتر قبل ما نعمل له بوبليس وبعد ما نعمل له هنعمل ريسايكل للكونتنت احنا هنجيب كونتنت نعمل له ريسايكلينج على حسب التيست بتاعه ونشوف قبل كده كان عامل ايه ودلوقتي عامل ايه والريزلتس بتاعته بناء على النتايج وبعد كده هنعمل كونتنت هنجيب كونتنت ونعمل له اعاده توزيع ان احنا خدنا الكونتنت نفسه والمفروض ان هو كان بودكاست عملنا منه ارتكل كان ارتكل عملنا منه ملخص كان كان فيديو عملنا منه كوبي لتيك توك او لحاجه تانية وما الى ذلك هنكتب كونتنت ليه علاقة, علاقه بال هنكتب كونتنت له علاقه بالستوري لو احنا عندنا ستوري معينه بنبتدي او بنبتدي بنبت نكتبها ونعمل بيها كونتنت والمفروض ان احنا هناخد كمان كاستمر فيدباك اللي هو احنا هناخد كونتنت من عميل تمام كتبهولنا بعتهولنا في مسج اي فيدباك بتاعت عميل ونعمل منها الكونتنت تمام طيب دي كل الحاجات المفروض هنعملها وتبعتوها على الميل زي ما احنا متعودين والناس اللي بعتت المره اللي فاتت تبعت المره دي تاني عشان تكمل الباقي والريكورد بتاع المره دي والمرات اللي فاتت اللي عايز ياخد المره اللي فاتت كلها موجوده على اليوتيوب احنا المفروض ده الميتوب ال 98 يعني المفروض ده هتلاقي 97 او اقل علشان في ميتوبس أوفلاين كتير ليها علاقه بالميتس اللي احنا بنحضرها من 2018 موجوده على اليوتيوب هتلاقوها على اليوتيوب لو حد احتاجها لو حد احتاج اي حاجه يبعت على نفس الميل في اي وقت آه ان شاء الله اشوفكم آه يوم الجمعه الجايه في نفس الميعاد علشان نبتدي نتابع آه نفس نفس الكلام ونبتدي نشوف آه الفضل المره الجايه هناخد ايه او هنشتغل على ايه وكمان المفروض ما تنسوش ميعادنا يوم آه 2 12 اللي جاي هنتقابل اوفلاين آه ان شاء الله اشوفكم المره الجايه على خير وتصبحوا على خير